الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، مستمرين معاكم في حلقه الاهلي الليله النهارده والعديد من الفقرات. ودلوقتي هيكون معانا فقره اخيره مهمه جدا ومختلفه كمان، لان الحديث فيها هيكون عن تحديات رغم الصعوبات اللي ممكن يواجهها اي انسان في حياته، صعوبات ممكن تكون مختلفه، فمهم جدا ان انت تتحدى هذه الصعوبات وتتغلب عليها عشان تحقق هدفك اللي انت بترجوه وبتحلم بيه بشكل عام. عشان كده النهارده معانا يعني شاب مصري رائع بصراحه، وقدر ان هو يحقق العديد من الارقام الجيده في بعض المغامرات والتحديات المهمه جدا اللي هو بياخدها خلال الفترات السابقه وان شاء الله كمان خلال الفترات المقبله، وهو الكابتن عمر حجازي. اهلا بيك عمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله، منورنا حبيبي. كله تمام؟ تمام الحمد لله. في البدايه طبعا يعني انت سباح ومغامر، يعني بتعمل بعض الامور او التحديات اللي ممكن تكون صعب تنفيذها وبتخوض هذه التحديات وبتنجح فيها وبتحقق ارقام كبيره. قول لي الفكره في البدايه جات لك ازاي؟ الفكره في البدايه انا بحب المغامره بطبيعتي، ف زمان انا عملت حادثه في الفتره الاخيره، قبل الحادثه كنت بحب اعمل اشكال كتير قوي من المغامره، زي تسلق الجبال، زي السباحه، زي يعني حاجات كتير من انواع المغامره. احنا بس عايزين نوضح موضوع الحادثه اللي ادت لاعاقه او يعني بتر ساق الخاصه بعمر حجازي للاسف، ورغم ذلك كان عنده تحدي مهم جدا ان هو يقدر يحقق حاجات مختلفه هو كان بيحلم بيها او هو كان نفسه يحققها. طب عايزين نتكلم عن الحادثه الاول بتفاصيلها، ايه اللي حصل يعني؟ هو الحادثة ببساطة باختصار كنت بسوق موتوسيكل، كنت بسوق موتوسيكلات، ومن في نص سنة 2015 كنت في رحلة حوالين سينا، وأنا راجع عملت حادثة وحصلت لي الإصابة اللي هي بتر في رجلي الشمال. تمام. بعد الحادثة بقى قررت إن أنا خلاص الحياة بالنسبة لي حاجة عرفت قيمتها قوي، وعرفت ان هي قصيره ومفيش وقت اعمل حاجه ما بحبهاش، فانا هعمل اللي بحبه 100%. فاللي انا بحبه كانت المغامره، وقلت خلاص انا كانت الاول كان اختبار مني لنفسي هقدر اعمل اللي انا بحبه تاني ولا لا. فركزت في الحاجات اللي انا اقدر اعملها، وركزت يعني مثلا قويت دراعاتي جدا لحد ما قدرت اطلع اول جبل برجل واحده، تسلق روك كلايمنج. ساعتها بقى قلت يعني عرفت ان انا ممكن ارجع اعمل اللي انا بحبه وهيبقى طعمه احلى بكتير من قبل كده. يعني انت بتعمل يعني انواع كتيره من الرياضه، مش رياضه معينه. انواع كتيره، هي تتحط تحت بند المغامره اكتر من رياضه، بس التخصص اكتر الرياضي السباحه. تمام. فبعد ما قدرت اعمل تحدي الجبل بالنسبه لي، وانا كنت احب تسلق الجبال جدا، قررت اعمل حاجه بقى اكبر من كل اللي انا كنت افكر فيه، او اكبر من اي حاجه عملتها قبل كده. فجت فكره خليج العقبه. تمام. كانت عباره عن ايه فكره، يعني الموضوع بالظبط كان ايه؟ فكره خليج العقبه، انا برضو كنت سباح قوي، كنت بعرف اعوم بس ما كنتش سباح جدا. يعني ما كانش ليك علاقه اصلا بالسباحه؟ يعني كنت قبل الحادثه كنت يعني ليك في السباحه شويه، بتنزل الميه كده، ولا ما كانش ليك اصلا في السباحه؟ لا يعني بنزل الميه بعوم زي الناس اللي بتعوم، مش بس مش مثلا حاجات معينه او مش بتمارسها كرياضه يعني. لا بالظبط، مش سباح يعني، بعوم زي الناس العاديه، ما بغرقش يعني. تمام. بعد الحادثه قلت خلاص انا عامل انجاز كبير قوي في موضوع السباحه ده، وكان لسه صعب تصديقه يعني. كنت اكلم حد، اكلم مدرب اقول له انا هعدي خليج العقبه، يقول لي انت مين اصلا يعني عشان تعدي خليج العقبه؟ عشان تتمرن معايا يعني، كان مدرب عشان تتمرن معاه، ومن خلال بعد التدريب اعدي خليج العقبه بالنسبه له انت بتتكلم في حاجه بعيده قوي، وانت لسه جاي تتمرن النهارده، انت بتهزر ولا ايه؟ فما كانش حد مصدق قوي اللي انا هعمله ده. فبدات اتمرن في فريق النادي 6 اكتوبر يوم ورا يوم ورا يوم، بعد كده تمريناتي بقت تعدي وقت الفريق، فكنت بروح اتمرن في وقت خاص يعني ساعه واثنين وثلاثه واربعه، لحد ما ربنا وفقني والحمد لله قدرت اعمل اكون اول مصري وعربي واول ذو اعاقه في العالم يعوم الاردن لمصر خليج العقبه. بعد خدت وقت قد ايه في الاستعداد للمغامره دي؟ دي سنه ونص. سنه ونص بتستعد. طيب، وعديت خليج العقبه، قول لنا بقى الكواليس بتاعه الحادثه او المغامره القويه دي، وحاجه يمكن ما حدش كان يتوقع ان انت ممكن تقدر تعملها. هو الصراحه كان كل خطوه فيها صعبه يعني، انت جسمك ما بقاش متعود يعمل مجهود غير طبيعي ده. فكان كل ايام التمرين معظمها كان بيحصل لي اصابات، كان بيحصل لي احباطات كبيره قوي، بس الحمد لله كانت بتعدي. جيت في وقت
في وقت العبور الخارجي قبل العبور بيومين تقريبا البدله اللي كنت لابسها اتقطعت، ف حصل مشاكل يعني لزقناها لزقناها بال بتاع اللي بيلزق كاوتش العربيه ده. يعني اتصرفنا حاجات كان فكره بابا الصراحه، بس الحمد لله نجحت يعني عدى الموضوع، كانش ينفع حاجه زي دي تبوظ. الكامب اللي قبل العبور على طول كان كله مطر، كان جو وحش قوي في طابا وكان كله مطر. يوم العبور نفسه حصل عطل في المركب المصاحب وانا طالع كمان. هو مفيش حاجه، الحاجات دي ما تبقاش سالكه كده طبعا، بس الحمد لله في الاخر الموضوع انتهى بنجاح، وانتهى بان كل الناس اللي تحبني كانت مبسوطه، وان قدرت اعمل حاجه اكبر مني بكتير يعني. ما هو ده الاهم، ان انت يعني رغم الصعاب ورغم الظروف الصعبه اللي ممكن تكون بتمر بيها، لكن في نفس الوقت حققت اللي انت عايزه، الهدف اللي انت عايزه. طب ايه التحديات اللي انت يعني ممكن تكون بتفكر فيها الفتره اللي جايه كمان عشان تاخدها يعني؟ هو بعد خليج العقبه انا قررت ان انا هركز في ده بالذات، ان انا لقيت ان ليه اثر ايجابي على المجتمع اللي حواليا، واحيانا بيوصل للبلدي ان انا ارفع اسم بلدي بشكل ما. فقررت ان انا اعمل حاجات كبيره ارفع بيها اسم بلدي، وفي نفس الوقت ليها رساله انسانيه للناس اللي بتشوفني او الناس اللي متابعاني او الناس اللي بتحبني. خاصه ان بعدها برضو بدات الاقي نفسي بتعزم في حفلات في مدارس او في خطابات في مدارس او سبيتش في كذا او في فلقيت ان انا الناس عايزه تسمع قصتي وعايزه تسمع التجربه، وكنت بحكيها والناس بتاثر وتتعلم معايا، والادفنشر اللي انا بعملها مش انا بس اللي بتعلم منها، انا والناس اللي معايا. فبدات اركز في الموضوع ده اكتر، وبدات اشير يعني على التواصل الاجتماعي بتاعي او ايا كان، بتكلم عن التجربه بتفاصيلها، بايه اللي خلاني اعدي الصعوبات، بايه اللي انا بتعلمه دلوقتي وايه اللي انا عايز اتعلمه. فبدات الموضوع ده ياخد جزء كبير من تفكيري، وفي نفس الوقت بحاول ادعمه بمغامرات. تمام. مغامره تكون مفيده ليا ومفيده لبلدي، وفي نفس الوقت تديني البيس او القصه او الخبره اللي اكلم بيها الناس. يعني لما واحد يكلمك عن الخوف وهو امبارح كان لسه في موقف هيموت فيه، غير لما واحد يكلمك عن الخوف وهو قاعد على كرسي او قاعد على مكتب. فبتديني عمق وبتديني دروس كبيره قوي ما خدتش ممكن اخدها في عشرات السنين أكيد. في الحياه العاديه اكيد، وفي نفس الوقت بديها لده. فحصل ان انا عملت كذا مغامره، وشاركت في بطوله شمال انجلترا المفتوحه في بعد خليج العقبه اللي هو السنه دي في اول السنه دي هنتكلم عنها. طب بس خلينا نروح ناخد مداخله هاتفيه مهمه جدا مع الاستاذ خالد حجازي والد عمر. يا استاذ خالد مساء الخير عليك. اهلا، مساء الخير يا فندم، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيب يعني احنا في البدايه طبعا عايزين نحييك على البطل اللي قاعد معانا هنا في حلقه الاهلي الليله في قناه الاهلي، واكيد يعني شيء مميز وشيء مختلف ان رغم الصعاب اللي هو بيمر بيها بيحقق تحديات ومغامرات مهمه جدا بالنسبه له، هو تحدي اكيد شخصي كمان بالنسبه لعمر. ازاي كنتوا بتتعاملوا في هذه الجزئيه بالتحديد؟ والله يا فندم انا وصلت تقريبا يعني الحمد لله رب العالمين بالذات المنطو يعني عملنا مجهود معاه جامد جدا. احنا كنا الحقيقه هو لما حصل له الضرب الايفنت اللي حصل الحادثه دي كده، احنا هو حاول يخش في تحدي، واحنا الحقيقه ما كناش فاكرين ان هو بطل يعني، كنا نخش معاه في التحدي ده علشان يطلع من اللي هو كان فيه يعني. لازم في الحقيقه هو يعني سبقنا وسبق الدنيا كلها، وتحدى نفسه جدا جدا، وكان يعني اصبح حتى عندنا احنا نموذج تحدي حتى بيننا في قصتنا يعني. احنا كنا انا ووالدته عندنا مثلا اخواته عندنا نجاح في حياتنا العمليه، لكن ده عمل لنا علمنا الاصرار على الناس تضعك حيث تضع نفسك يعني. هو حط نفسه ان هو بقى بطل، فعلا بقى بطل. احنا كنا متخيلين كده، كنا بس عايزين نطلع من الموضوع بتاعه اللي هو فيه النفسيه تطلع تتغير، خاصة ان هو مر بظروف نفسية جامدة جدا. اكيد طبعا. بعض الصحاب ياخدوا كده جنب بتاع كده، هو بدا يعني بعد كده لما قرر ان هو يعمل ده احنا شجعناه على ده طبعا. بس ما كناش متوقعين نعمله ولو عايزينه يعمله كمان. خايفين ان هو يعمله. كنتوش عايزين ان هو يخوض المغامرات دي؟ لا طبعا. وطبعا خاصة خليج العقبة ده فيه 10 انواع من الهروج يعني حاجة من الصفر خالص. فكنا عندنا قلق كبير جدا، ف
في الحقيقه هو فضل مصر ان هو لو حاولنا نغريب اي مغريات يسفروا بره يجيبوا هنا كده مفيش، فهو اصر. فطبعا خلانا كلنا نتمر بقى ونزلنا معاه المركب وحاجات كده غريبه يعني بقت تحصل، وهو برضه مصر يجي المركب يتعطل برضه مصر يجي مش عارف مطر في التدريب مصر يجي مش عارف ايه مصر. فكان عنده اصرار غريب يعني. ده في الحقيقه احنا بدانا نعرف يعني هو الراجل المتحدي ده بقى بطل بينه وبين نفسه يعني، وعدى كل الحدود يعني. وبعدين بداوا اصحابه والنادي اللي هو اتمرن فيه وكل الناس اللي يعرفوه بداوا يشجعوه لقيت الدنيا. احنا طبعا لغايه لما عدى خليج العقبه لغايه لما خلص واحنا ما كناش حاسين ان هو استقبلته ازاي الفكره منه ان هو عايز يعدي خليج العقبه؟ يعني خدتوا الفكره ازاي؟ استقبلتوها ازاي؟ واتكلمتوا معاه في الموضوع ده بانهي شكل؟ والقرار اتاخد امتى يعني؟ اقول لك انا مره في الحقيقه كنت ماشي معاه مع عمر، كنا راكبين العربيه على النحو كده. في واحد صاحبه مش عارف اسمه ياسين الزغبي، ولد كويس جدا كان برضه عامل حادثه، فكان محطوط اعلان ده راكب عجله وبقى مش عارف بيلف وكده. فقلت له عمر طب ما ايه رايك ما تيجي؟ قال لي اه فعلا انا بابا انا هعمل حاجه. هو كان بيحب سينا قوي، بيحب اللعب قوي. فكان بيحب السباحه زي اي حد بيعوم 50 متر خلاص. قال لي طب هو انا هعدي خليج العقبه. قلت له نعم. قلت له طب خلاص يلا اللي عايز يطلع. فطبعا احنا ما كناش متوقعين الحقيقه ان هو يعمل ان هو بيتكلم جد يعني. لا مش بيتكلم جد، هو احنا عايزينه يطلع من اللي هو فيه النفسيه بتاعته. اشتغلنا معاه طبعا، اشتغلنا معاه في التمرين. هو بدا يتمرن حتى ما حدش مرنه. ما حدش مرنه. هو بدا يروح يتمرن يستنى مثلا يوم الجمعه او في التمرين، يروح يقعد يتمرن لوحده في حمام السباحه بالساعه، بعدين بدا يعمل ساعتين وبعدين ثلاثه وبعدين خمسه وبعدين. فلقينا الموضوع بجد يعني. طبعا ايه بدا يعمل مسافات كبيره، بدا يخش المدرب يقيس له الزمن، بدا حاجات كده يعني. فطبعا احنا كنا مستقبلين الوضع ان هو عادي الاول، ان هو احنا بنحاول يطلع الحاله النفسيه، لكن هو في الحقيقه يعني اصبح نموذج وايقونه للاتحاد حتى بين اصحابه في صحابي في النادي. نادي 6 اكتوبر الحقيقه برضه النادي ده كان اللي فضل علينا وعليه اكيد. وطبعا الجمهور المصري الشباب بداوا يتفاعلوا معاه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه غير عاديه. الناس بقى يكون عندهم حتى هو ماشي مثلا في النادي او في اي مكان، الشباب الصغيرين بقوا مبسوطين منه قوي طبعا. فهو اصبح بينه وبينك هيكون الاتحاد، وطبعا ده حاجه انا بفخر بيه. انا بفخر بيه بحقيقه قدام الشاشه لو سمحت يعني. بحيي اتفضل طبعا بحيي. لو عايز توجه له رساله اكيد عمر موجود معانا، واتفضل قول له رساله. عنده رجوله، عنده رجوله، وعنده اصبح ناضج يعني بما فيه الكفايه، واصرار رهيب بصراحه يعني. في الحقيقه كمان في حاجه عايز اضيفها يعني. اتفضل. هو كان قبل ما يحصل له يعني الحادثه دي او كده هو ما كانش معانا يعني. عمر للاسف ما كانش معانا يعني، كان شاب بقى عايش بقى حياته كده يعني مع الشباب صحابه انما بعد الحادثه لما هو قرب لربنا سبحانه وتعالى وربنا كان ليه فضل كبير عليه بدا يقرب لاسرته، بدا يبقى يعرف ان الحياه مختلفه تماما بالزبط. عن ما كان متصوره وهو كان شاب عادي فاكر بس فقط الصحاب هم اهم حاجه. لا طبعا الصحاب لهم اهم هي طبعا، ولكن عارف ان اهله ومامته اكيد هم الاول دايما لازم اكيد. عارف ان هم دول اكثر ناس ممكن يخافوا عليهم طبعا طبعا، اكثر ناس عايزينهم احسن واحد في الدنيا كده يعني اكيد يعني. استاذ خالد حجازي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. وطبعا كان معانا والد عمر واتكلم عن بعض الامور الخاصه بعمر بتحديد في ظل الظروف الحاسه، وكمان بعض التحديات والمغامرات اللي كان بياخدها خلال المرحله السابقه. طيب عمر بس هستاذنك، هنتكلم عن خبر مهم جدا. احنا الفقره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن من خلال طبعا زميلي محمد سعيد، واتكلم عن زياره وفد من النادي الاهلي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وبعض المسؤولين في النادي لريال مدريد علشان يكون في تعاون بشكل او باخر طبعا، وده شيء جيد جدا في صالح النادي الاهلي لمزيد من التطور ومزيد من الامور اللي اكيد هيستفاد منها النادي الاهلي خلال المرحله المقبله. مش بس كده، لكن كمان اعضاء مجلس اداره النادي بيشتغلوا فيه العديد من الامور والعديد من الاشياء المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وبالتحديد عايز اتكلم عن الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس النواب وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي النهارده الفجر كانت في اذربيجان طبعا، وصلت اذربيجان عشان تشارك في الاجتماعات الدوريه لمجلس اداره الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات وادا
خلال هذه الفتره. في الحقيقه يعني هي اكيد خطوه مهمه جدا، دكتوره رانيا علواني اكيد ليها دور جيد جدا في المساهمه في بعض الامور اللي بتكون مهمه جدا، وخصوصا مكافحه المنشطات. عارفين ان ده شيء مهم جدا ان يتم مكافحه المنشطات في الرياضه بشكل عام، بس مش في الكوره او في السباحه او في اي حاجه، لكن الرياضه بشكل عام لازم يكون في تخلص من المنشطات دي. طبعا بعض الصور دي صوره للدكتوره رانيا علواني مع وزير الرياضه هناك في اذربيجان، وطبعا الاجتماعات بتنطلق النهارده الاربع ولحد يوم الجمعه بمشاركه الدكتوره رانيا علواني، واللي بتحظى بعضويه مجلس اداره الوكاله منذ 2014 حتى الان. الاجتماع السابق للوادا في العاصمه الاسكتلنديه جلاسكو بمشاركه دكتور رانيا علواني ايضا، ومن المقرر ان تعود الدكتوره رانيا علواني بعد غد ان شاء الله الجمعه بعد المشاركه والانتهاء من فعاليات اجتماعات الوادا. ده اكيد كان خبر مهم جدا. مجلس اداره النادي الاهلي بيتحرك في العديد من الملفات المهمه جدا. طيب نرجع لعمر طبعا حجازي بطلنا واللي موجود معانا النهارده. ازاي يقدر الانسان يا عمر ان هو يتحدى اي صعاب بيمر بيها خصوصا لما تكون اعاقه؟ مبدئيا بس احب اضيف حاجه. اتفضل. مش الفضل في اللي انا عملته ليا مبدئيا، يعني انا افتكر ان حتى الحاجات البسيطه او حتى روح المغامره او روح العند اللي كانت فيا هي بدات من بابا. يعني افتكر انا اتعلمتها من وانا صغير قوي في بابا. اكيد. فكره ان دايما الحمد لله الحمد لله لما كانت حاجه تحصل لي او تحصل لبابا ما بيبصش ورا، ايا كانت حاجه صغيره او كبيره، اقلب الصفحه وبص قدام شوف هنعمل ايه. فدي كانت سبكونشسلي داخله فيا قوي طبعا. فحتى لما حصلت حاجه كبيره خلاص مش مشكله، اقلب الصفحه شوف اللي جاي، شوف ايه اللي عندك، هنستخدمه ازاي، هنعمل بيه ايه. ده الفضل فيه. ده الفضل فيه لبابا، وطبعا وماما طبعا ليها فضل في حاجات كتير قوي. فطبعا بشكر اهلي، هم السبب ان انا هنا دلوقتي، هم السبب ان عمر حجازي هو عمر حجازي دلوقتي. طيب التحديات دي بقى ازاي تقدر تتحدى الاعاقه، وازاي يقدر اي انسان ان هو يتغلب على اي ظروف صعبه ممكن يكون بيمر بيها عشان يحقق اهدافه في النهايه؟ الظروف الصعبه يعني دايما بيبقى ليها ميزه، يعني حتى لو كانت هي ظاهريا لكل الناس حصل لك مشكله كبيره او حصل لك ازمه كبيره، دايما هتلاقي ان انت لو تأقلمت عليها او لو انت مخك كده كده مخ الانسان البشري عنده استعداد يتأقلم على اي حاجه وعنده قوه يتأقلم على اي حاجه واي حاجه يطلع منها وبشكل انت مش متخيله. مش لازم يطلع منها يعني هيعمل نفس الحاجات بالظبط ويبقى نفس الشخص، لا ممكن يبقى شخص تاني اقوى في حاجات تانيه كتير. فالفكره ان انت تاخد مراحل الزعل عادي، يعني هتبقى في الاول زعلان، لازم هتزعل، هتعيش اللحظات بتاعت الزعل، لكن لازم تتدارك الموقف وتخش في اللي بعده واهدافك اللي بالظبط. لازم تتقبل الزعل كويس وتقبله وتقبل نفسك بالحاله الجديده لاعمق، يعني في الاول ممكن تبقى فاكر ان انت قابلت نفسك بالحاله الجديده بس لا، يعني عيش التجربه اديها وقتها واقبل نفسك بالحاله الجديده، وبعد كده بص لقدام هتعمل ايه؟ هعمل ايه باللي معايا؟ ايه الابواب اللي ربنا فتحها لي دلوقتي؟ بالظبط. يعني دايما هتلاقي في حاجه اتفتحت، هتلاقي دايما لو انت قبل الحادثه كنت بتعرف تعمل 15 حاجه بس انت كنت مش بتعملهم كلهم، انت دلوقتي ممكن تعرف تعمل خمس حاجات بس او ثلاث حاجات بس ممكن تركز فيهم وتعملهم احسن من قبل كده. بالظبط. لما طلعت الجبل بعد الحادثه استمتعت، انا كنت بطلع جبال قبل وبعد، تمام، بعد استمتعت بيه قبل يعني اكتر من قبل بكتير قوي. دلوقتي بقى اصعب، دايما الادفنشرر او اللي بيحب يعمل مغامره بيدور على حاجه الاصعب. فدلوقتي بقى اصعب 10 مرات من قبل كده. فلما طلعت كان الانجاز بالنسبه لي انا اكبر بكتير. والله في الحقيقه هو كلام جيد جدا منك، ويعني تدي الرسائل اكيد للناس اللي ممكن يكون بيواجهوا نفس الظروف او نفس الصعوبات ان هم لازم يتغلبوا على هذه الصعوبات ويحققوا كل اهدافهم. طيب انت مركز بشكل كبير جدا على دعم السياحه في خلال مغامراتك، قول لي الفكره جات لك ازاي اصلا في موضوع دعم السياحه المصريه؟ هو الفكره ببساطه انا كنت عملت خليج العقبه مثلا كانت البدايه علشان انا بحب البحر الاحمر، بحب سينا. تمام. حتى انا راجع ايه سر حبك لسينا؟ انت مش شايف عامله ازاي؟ طبعا يعني انا سافرت بلاد كتير بس سينا جبل، يعني من احلى الجبال طبعاً اللي في العالم، من احلى البحار، بحر مع جبل مع جو حلو وحوالي 10 شهور في السنه. بالظبط. مفيش بلد الجو فيها حلو 10 شهور في السنه. صح. وريفز ودايفنج وكل حاجه فعلا.
فلا سينا سينا جميل يعني، ممكن واحد يبقى عنده اختيارات يروح بره ويروح سينا يعني. فانا بحب سينا قوي، وكمان مبسوطين ان هي ارض مصريه وفخورين طبعا ان هي ارض مصريه، فحصل عليها تاريخ يعني، تاريخ العالم كله حصل هنا. اكيد. فلا بحبها يعني، بحبها وبحب الجو هناك، وبحب بروح 4 5 مرات في السنه يعني. فمن حبي في البحر الاحمر، بحب البحر الاحمر، بحب سينا. طب يعني اول لما عيني راحت لمغامره كبيره اخترتها في البحر الاحمر. فده غصب عني، او يعني بشكل ممكن ما كنتش واعي بيه قوي. في كاميرات جت تصور الحدث الانجاز اللي بيحصل ده، وكاميرات من كل حته في العالم. تمام. فده بيربط مع الناس ايه، ان في حدث كبير رياضي مصر. حصل في مصر. وشافوا البحر الاحمر الجميل، شافوا الجبل مع البحر، شافوا طابه، شافوا دهب، شافوا. فبقت دعايه، مش بقول ان هي يا جماعه دي دعايه لمصر، مش بعمل، بس هو غصب عني او يعني الحمد بمزاجي الحمد لله، بس يعني بشكل مباشر وغير مباشر هي بقت دعايه لسياحه مصر وسياحه سينا. وانا كنت مبسوط من ده جدا يعني، ان كان ده بقى هدفي بعد كده في كل حاجه بعملها. تمام. رغم ان انت وانت راجع من سينا حصلت الحادثه، لكن رغم كده ايضا لسه بتحب سينا. طبعا. طبعا. معناها ممكن تفكرك مثلا بحادثه. الحمد لله الطريق جددوه اللي عملت بيه حاجه. بس لا عنديش مشكله انا افتكر حادثه. انا اخترت انا اركب موتوسيكلات، اخترت اعيش الحياه بتاعت الموتوسيكلات. يعني ومعروفه. فهو برضو واحد اختياراته لازم يعني يتحمل مسؤوليتها. تتمرن كام ساعه في اليوم عمر؟ على حسب يعني، دلوقتي مثلا 3 ساعات في اليوم. ساعه السباحه كان بيوصل ل 8 و 9 ساعات في اليوم. 8 و 9 ساعات في اليوم. ساعه السباحه. عدد كبير برضو من الساعات، مش قليل يعني. 8 9 ساعات. هو حياتي كلها بديها، انا بشتغل في بنك الصبح، وبعد ما اخلص على طول برضو طبعا شغلي داعمني في اللي انا بعمله جدا. بس حياتي خلاص ما بقاش فيها وقت، ما بقاش فيها وقت اعمل حاجه تانية، هو رياضه وشغل بس. طيب في خلال عبورك لخليج العقبه اكيد كان في مواقف معينه حصلت لك ما تقدرش تنساها في جزئيه زي دي، وتحديد موضوع سمكه القرش. القصه دي احكيها لنا. هو انا ما قابلتش سمكه القرش، بس هو بعد قبل وانا بتمرن للحدث، واحد صديق عزيز عليا قوي اسمه عمر عبد القادر، حصل ان هجمته سمكه قرش وكلت رجله. تمام. فبقيت وانا بتمرن القصه في دماغي بتخبطني. طبعا. مش في دماغي بقى، ده رعب يعني. الواحد حقيقي صاحبي اعرفه وشفته، حكى لي القصه بنفسه. حصلت في يعني حصلت في هنا في مصر. هي طبعا حادثه نادره ويعني بتحصل قليل قوي، بس يعني بعد ما انا بتمرن في البحر الاحمر ممكن وارد. بخاف، وبقى كمان بقى ده في عمق البحر، انا بعدي البحر طبعا. كله بكل طبعا. الاعماق اللي فيه بكل حاجه. فكان الموضوع كان مرعب قوي يعني، اضطريت اعالج نفسي نفسيا عشان اقدر اعمل الحدث ده. بس وكان في يعني كان دايما بيبقى في بقابل كائنات ظريفه، ساعات كان في سمكه صغيره ماشيه معايا شويه. في الاول خالص لما المركب ما طلعتش معايا، قابلت زي حيطه كده من فيها جيلي فيش، يعني مش فيها، هم الجيلي فيش كان موسم التقاصر بتاعهم اللي هي الاناديل. فكانوا عاملين حيطه كده في البحر يعني فيها ايه. حاجات بصراحه تقلق يعني. طبعا. انا بالنسبه لي مش اصلا كمان كانش معايا مركب، فكان رعب شويه. بس انا بالنسبه لي ده اللي برضو بيخلي المغامره حلوه. اكيد طبعا. انت طبعا. تخاف اكيد، اسمها مغامره عشان كده. بالظبط بالظبط. طب انت بتتمرن من خلال نادي 6 اكتوبر صح؟ مظبوط. طيب خلينا نروح ناخد مداخله مهمه جدا من استاذ او مهندس رضا عامر، رئيس نادي 6 اكتوبر واحد الداعمين الكبار لعمر حجازي. يا باشمهندس مساء الخير عليك. اهلا مساء الخير يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني معانا عمر حجازي، هو احد الابطال اللي بيخوضوا مغامرات رهيبه، وانت اكيد يعني على درايه بهذه الجزئيه واحد الداعمين بالنسبه له. قول لي ازاي بتقدر تتعامل مع عمر في التحديات والمغامرات اللي هو بيقرر ياخدها، ومن خلال طبعا تدريبه في نادي 6 اكتوبر. والله هو عمر يعني احد ابطال النادي البارزين اللي حصل له تحول في حياته، وهو قدر
يعني يعدي المرحلة الصعبة ويحول حياته بشكل تاني في بطولة وفي حدث. وهو الميزة في الحقيقة ان هو في باله دايما مصر على طول، انه عايز يعمل حدث دايما لمصر سياحيا واعلاميا كده. فاحنا الحقيقة يعني كل الدعم من النادي في تدريبه وتأهيله في كذا لعبة معها او اخصها السباحة تمام والدراجات والتسلق والحاجات دي كلها. فالحقيقة احنا يعني نوفر له كل السبل لانه شاب ايجابي بدل ما يحبط يعني لا غير من حياته وقدر ان هو يعني يتعدى يعني يتخطى الصعاب. وربنا يوفقه ان شاء الله في الايفنت الحدث الكبير اللي بيعمله المره دي تبقى حاجه كبيره، يبقى ليها صدى دولي وصدى يعني اعلامي والسياحي والقصه دي كلها. فاحنا يعني عايشينها معاه لحظه بلحظه وهو يعني من ابنائنا اللي بنعتز بيهم جدا ونشجعه، ربنا يوفقه ان شاء الله في إن شاء الله. توقعت نجاحاته في المغامرات اللي بيخوضها لما جالك عمر في الاول كده وواحد كان يعني بيتمرن في النادي عندك وعنده ظروف خاصه، توقعت ان هو يقدر يعني يحقق المغامرات دي بشكل جيد جدا ويحقق التحديات اللي هو بياخدها يتفوق فيها؟ هو عنده اصرار واراده فوق الخيال، فده اللي مخلينا اكيد يعني عندنا ثقه ان هو ان شاء الله يعمل حاجه كويسه ويبقى لها صدى اعلامي ان شاء الله. ان شاء الله يعني دايما اكيد الدعم الكامل من حضرتك لعمر في مختلف التحديات اللي ياخدها ان شاء الله. طبعا مهندس رضا عامر رئيس نادي 6 اكتوبر بشكرك شكرا جزيلا. قول لي دور باشمهندس معاك كان ايه؟ والصراحة النادي من أول أنا كنت في الأول مثلا كنت أول 50 متر يعني، فده النادي اللي أنا اتمرنت فيه كل حاجة، وده النادي يعني كان مثلا بيسيب لي كنت محتاج وقت كبير أوي عشان أعوم أو عشان أتمرن على السباحة، تمام، فكان ممكن يسيبوا لي حمام السباحة طول اليوم فعلا طول اليوم أتمرن. بعد كده في معسكرات تدريب كانوا بيسهلها لي جدا، البطولات كانوا برضو كانوا بيساعدوني في البطولات وبيساعدوني في ان انا اقدر اتمرن ليها واقدر اروح واجي بسهوله. الحدث اللي جاي برضو موفرين لي كل انواع الدعم علشان اعمل الحدث اللي جاي. ايه هو الحدث اللي جاي عرفه الناس؟ الحدث اللي جاي ان شاء الله هي حاجه مستوحاه من القصص التاريخيه اللي حصلت على ارض سيناء. تمام. فأرض سيناء عدت عليها العائلة المقدسة، عدى عليها سيدنا موسى، كل الحضارات وكل الأديان عارفة عنها. فأنا استوحيت من الطرق دي من الطريق ده إن أنا أعمل حاجة دلوقتي في الزمن ده رياضية 100%. تمام. في نفس الوقت ما حصلتش في التاريخ بالطريق ده بالطريقة دي. ما حصلتش في التاريخ الحديث يعني حصل زمان. بالظبط. فهو ببساطة هبدأ من أول سيناء من طابة لحد يعني مرورا ب انت كل مغامراتك متعلقه بسيناء؟ مش كلها، في حاجات كانت بره مصر. تمام اوكي. بس يعني احلى حته في مصر فين؟ سيناء طبعا. فانا بحب سيناء جدا، وبعدين هي الطريق ده يعني كانت سيدنا موسى عدى منه. عدى منه بالذات، فهو الطريق هعمله بالعكس من اول طابه. ركوب دراجات ومرور بالجبال. طب في طريق اسمه سيناي تريل لسه وزاره السياحه مكتشفاه وبتنميه جدا، دي بيجي له سياح او مغامرين من كل انحاء العالم. بس لسه مش واخد الكفرج القويه بتاعته. وفي قبائل عايشه هناك من الاف السنين، قبائل اصيله جدا، بيجوا لها السياح يمشوا في وسط الجبال ويعدوا على القبائل دي ويعيشوا حياه وايلد يعني حياه مغامره. تمام. اصيله في سيناء. فالطريق ده هناخده لحد جبل موسى، نتسلق جبل موسى بعد كده هننزل تاني سايكلينج لحد خليج السويس، ثم كاياكينج 30 كيلو للناحيه الثانيه العين السخنه. تمام. ثم سايكلينج لحد النهايه هتبقى في اهرامات الجيزه ان شاء الله، اللي هي علامه للحضاره المصريه. اكيد طبعا. متوقع تاخد المسافه دي كلها في قد ايه مثلا؟ ان شاء الله يعني الخطه 11 يوم. ان شاء الله. وده يبقى رقم كويس.
ده هي اصلا اول مره تتعمل في التاريخ الحديث. لا بالنسبه لك يعني الرينج بتاعك ان 11 يوم ده اعتقد ده هيبقى رقم مميز لان ممكن تاخد تستغرق اكتر من طبعا طبعا. هو وكمان المغامره ان كل يوم مجهود بدني طبعا. جبار يعني واحد يقدر يعمله يوم واحد في الشهر. يعني اليوم من دول اقدر اعمله مره في الشهر تمام للرياضي. فان انا اعمل كل ورياضات مختلفه تسلق وعجل فانا بختبر يعني انا بختبر الليميتس والحدود بتاعت نفسي والحدود بتاعت لياقتي تمام. في نفس الوقت بعمل حاجه يعني لو حاجه سهله ناس كتير عملتها من زمان تمام. فانا عايز افكر الناس ان دي ارض او افكر العالم بره ان دي ارض حصلت عليها كل القصص وكل الحضارات وكل الحضارات كانت هنا. دي حاجه انا كنت يعني ده انا لما انا سمعت القصه قلت وانا ازاي ناسين قصص الانبياء اللي حصلت صح. هنا صح. وقصص الحضاريه اللي حصلت ازاي ناسينها. وفي نفس الوقت ارض جميله جدا يعني طبعا. وارض ممكن يحصل فيها مغامرات يعني من كل الانواع ومن كل لو ركزنا معاها. فانا عايزين نجيب التركيز ده تاني. وفي نفس الوقت هو تحدي للليمت الشخصيه او للتحديات الشخصيه ممكن تحطها كحاجه رمزيه يعني ممكن انا لما تسلقت الجبل كان بالنسبه لي تسلق الجبل حاجه رمزيه جدا رمزيه وحقيقيه يعني انت تطلع القمه اللي هي بتاعه حياتك وانت تطلع قمه الجبل انت تقابل صعوبات في النص وصخر وصخور تمام هي دي الصعوبات اللي تقابلك في الحياه فهي الرحله دي برضو بالنسبه لي حاجه رمزيه. طب عايزين نتكلم عن بطوله انجلترا المفتوحه واللي حققت فيها رقم قياسي في عبورك 5 كيلو متر بقدم واحده. كلمنا عن البطوله دي بالتحديد والارقام اللي انت حققتها. هي البطوله دي بطوله الاسوياء تمام. كنت رايح عن طريق السفاره البريطانيه هنا في مصر 10000 سباح كان بيشارك فيها كلهم اسوياء هما كانت 10 كيلو 5 كيلو وكيلو واقل من كيلو كانت مش عارف 250 متر تمام. فانا كنت في الكاتيجوري 5 كيلو كان عملت 5 كيلو في ساعتين و17 دقيقه تقريبا وده كان رقم كويس جدا بالنسبه للسباحين الاسوياء. فكان الحمد لله كان الناس منبهره ان واحد مصري عربي مش سوي او مش زي السباحين العاديين وقدر يحقق الرقم ده والحمد لله قدرت ارفع مصر وشرف مصر في انجلترا. ردود الافعال اللي بتجيلك بتبقى عباره عن ايه لما بتحقق النجاحات دي؟ والله انا بحس ان انا عادي يعني ان انا بس بلاقي ناس منبهره ومبسوطه قوي باللي انا بعمله بس انا بحس ان عادي انا بعمل بحس ان بتمرن بحاول اتمرن كويس. هو التعب بالنسبه لي في التمرين أكيد. النتيجه اللي الناس بتشوفها البطوله او الحدث فانا التعب بالنسبه لي في التمرين ده اللي بتعب فيه ده اللي الناس مش شايفاه ده اللي في الكواليس الناس بتشوف البطوله اللي بالنسبه لي بتبقى طبعا صعبه بس انا متعود على التعب ده فبحس ان عادي بس الناس بتقول لي لا يعني انت يعني من الناس تديني فيدباك قوي وفيدباك بوزيتيف وان انا اثرت عليهم ايجابيا دي من اكتر الحاجات اللي بتاثر فيا. في شركات بترعى عمر حجازي ولا الامور ماشيه ازاي؟ طبعا في شركات حكوميه وغير حكوميه والبنك اللي انا بشتغل فيه ووزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي طبعا مدعمنا في الحدث اللي جاي بشكل قوي جدا. يعني في اهتمام طبعا ده شيء جيد وايجابي اكيد. مين اكتر شخص بيشجعك؟ مين اكتر شخص بيشجعني من الشخصيات العامه كان استاذ هشام عكاشه تمام استاذ شهاب النواوي استاذ سميح ساويرس من الشخصيات اللي في حياتي انا شخصيا او الناس القريبه مني طبعا والدي اكتر حد وامي على فكره بتخاف قوي عليا بتخاف قوي من اللي بعمله بس في نفس الوقت بتدعم وبتدعي لي بشكل قوي قوي. العيله بشكل عام هي العمود الاساسي يعني اكيد طبعا. الرساله الاخيره اللي انت حابب توجهها لكل الشباب اللي بيسمعوك دلوقتي واللي لازم يتغلبوا على التحديات او الظروف الصعبه عشان يحققوا التحديات اللي هم نفسهم يحققوها، ايه الرساله اللي انت حابب تقولها؟ الرساله يعني مثلا انا اول حدث عملته كان الهاشتاج بتاعه كان اي تشوز. اي تشوز ده يعني كانت الرساله عايز اوديها او اوصلها ان مهما اللي حصل لك او مهما كان ظروفك او مهما كان الجيفنز او الحاجات المحطوطه لك على الترابيزه انت اللي تختار هتعمل ايه. يعني دايما انا بالنسبه لي اي حد بيشتكي او بيلوم العالم على ظروفه او بيعيش في الزون بتاعت ان انا المظلوم
دي غلطتك انت طبعا. انت مش عارف تتعامل مع الموقف بتاعك ازاي، انت مش واخد الكنترول بتاع حياتك. تمام. فمهما كانت الظروف اللي بتحصل لك انت اللي تختار تبقى فين، وكان ده الانجازات اللي عملتها في الاخر كانت اثبات ان انت اللي تختار. يعني انا كان البوتنشلز او الحاجات الامكانيات اللي عندي اقل طبعا، بس عملت بيها حاجات اكتر اكيد. مش بمدح في نفسي، بس هو دي الحقيقه، دي اللي حصل يعني. طيب. فده كان الهدف. الهدف اللي جاي اني اشارك مع الناس ده واعمل حاجه اكبر مني وحاجه تمثل مصر وحاجه ترفع علم مصر في كل حته. اكيد. عمر حجازي يعني شرفتنا ونورتنا النهارده، وقلت رسائل مهمه جدا لكل الناس اللي بتسمعك في كيفيه تحدي الاعاقه وتحدي الظروف الصعبه علشان تحقق كل اللي بتتمناه. يعني بتمنى لك دايما التوفيق، وبصراحه كنت مبسوط ان انت معايا النهارده. شرف ليا. شكرا. طبعا كان معانا بطل من الابطال السباح المغامر عمر حجازي، اللي بيحقق مغامرات او بينجح في مغامرات عديده جدا بياخدها خلال الفترات العديده طبعا بعد حادثه اللي تعرض ليها للاسف. اكيد بنتمنى له كل التوفيق. دي طبعا كانت حلقتنا وفقرات حلقة الأهلي الليلة النهاردة على مدار 3 ساعات سابقة من خلال زميلي العزيز محمد الجندي، وأيضا زميلي العزيز محمد سعيد، وكنت معاكم في آخر فقرة من حلقة الأهلي الليلة النهاردة. استنونا وحلقة جديدة إن شاء الله غدا. تصبحوا على ألف خير.